قاعد مسوي هالشغله وين قاعد يسبونه بتوك توك. طبعا شكرا على هاي الهديه الخايسه. يا باشا تفضل تحت امرك. طبعا مقاطع الخطوبة كلهن عبارة عن أغاني ورقص، فالأغاني والرقص هي مشكلتها الوحيدة إنه حقوق طبع ونشر وما يصير ننشرها باليوتيوب، فأنا أضطر أعلق على المقاطع الفيديو وأتحدث حتى شنو، حتى يعني أحاول أشرح لكم بغض النظر إنه أنزلكم أغنية أو لا. شفنا هذا الحفل اللي خطوبة تيك توك العراقي حسام الأمير أو حس، وحقيقة خطوبة أو حفلة خطوبة كانت كلش ملكية كلش رهيبة، وحقيقة نقول له ألف ألف مبروك بالرفا والبنين. وهو دائما طلع بأكثر من مقاطع يحكي ويصرح ويقول لكل الناس اللي يقولون هم ما مخطوبون كذب وكلاوات ويردون طشة، إي أنا أريد طشة، وش تريدون سووا إذا بيكم حظ سووا مثل إيش مقاطع وطشوا. فالرجال خليه يفرح سواء طشة أو ما طشة، وبنفس الوقت فرحان.